وقع واحد الحدث زوين مغربي 100%. هاد البنات بغاو يرجعوا التراث ديال اجدادهم، التقاليد ديال فاس، التقاليد ديال مكناس، ديال تاونات، ديال ورزازات، ديال جميع المناطق المغربيه. الحمد لله هاد الشابات بغاو يرجعوها. احنا غادي نبقاو غير محتفلين غير باللبس الاجنبي، كنحتفلوا بهذا الموديل خرج هذا لا هاد الزي ما كيموتش ولو 100 عام. كتمشي لدار مغربيه كتلقاها رابت، ولكن كتلقى فيها تحفه مغربيه 100%، حيت حنا مغاربه. بالنسبه للمراه امثال الراجل ما يقدرش يشوف فيها شي شوفه اللي سميتو، تحترمها حتى في الطريق وتحترمها حتى ملي كتكون غاده. وبالنسبه للعائله ديالنا والاسر ديالنا لابسوا هذا اللبس هذا مزيانين حنايا، حتى ما كيبقاش المشاكل، ما كيبقاش بزاف الحوايج ما تيبقاوش. يعني ما تقدرش تبسل على ما تقدرش تبسل على لقيتي انسان لابسه نقيه ولابسه مزيانه ومحترمه، ما تقدرش تبسل عليها في الزنقه.